ركز وياي. نعم. نعم. استاذك مين؟ لا عمي لا استاذك ولا بالمدرسة أنا قاعد. هاش هي مو هالأسئلة. لا هي مو هي. أنا كاموش هيك وش كاموش هيك وعي. نبدأ بأول سؤال. ما هي أول دولة أو العفو ما هي أول امرأة فازت بجائزة نوبل؟ ها؟ أول امرأة فازت بجائزة نوبل. تعرف من هي؟ إنجليزية. من هي؟ إنجليزية جولي. إنجليزية جولي؟ هي فازت؟ شو عجب؟ ما أعرف هذا السؤال. عفية. من هي؟ زليخة. تعلمني قولي زليخة. لا حبيبي مو زليخة. باوع. جوائز هواية قلت لكم ركزوا زين ماشي تعال بصفي تعال بصفي تعال تعال راح ابقى وياهم ركزوا بهذا السؤال ابقى وياهم السؤال الثاني ركزوا زين ما هي الدولة التي اشتهرت بالسوشي سكتوا 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 ها ممكن بعدنا 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 وين بس لا لا ميصر بعد دقيقة ها بريطانيا بريطانيا مصر مصر وين اسكندرية لو شرم الشيخ لو وين شرم الشيخ شرم الشيخ عفيف صعيد لو شرم الشيخ الصعيد الصعيد عفيف شريتكم الصعيد انت بابا هو يقول الصعيد وانت تقول يا صعيد منو اليابان اليابان منو اليابان انا قلتها اكيد لا مو اليابان لا المحموديه اليابان اليابان اللي هي جابت اول شيء ترى وهي قبل هسه هنا عفكم ركزوا بالاسئله الفقره اسمها ركزوا جاوب ركزوا وياي ماشي اتغشوا ماذا يسمى صغير الضفدع مو عقروق ها دقيقه اسمه قلنا مو يمكم ها بس تعال وقف بصفها وقف بصفها ها مدنب مدنب ها صغير الضفدع شو اسمه؟ ضفدع صغير الضفدع ضفدع؟ ها حلو كاكا تعرفون لو لا اغير غير اغير